اختي برايم من ماستر شيف المغرب اختبار الفرق غادي يكون في مدينة المضيق المطلة على البحر الأبيض المتوسط واللي كتمتاز بهدوءها وجمال شواطئها ومنائها التقليدي. غادي تخدموا اليوم كفريقين. المواجهة بين الفريقين غتكون شديدة. كنت وجدوا لنا مقبلة وطبق رئيسي. هذا الاختبار عندكم ساعة خصكم تصاوبوا لنا والضيوف ديالنا شي حاجة نقولوا احنا بالعربية ما دايراش. والتحدي غادي يدور حول المنتوجات البحرية المعروفة في شمال المغرب. التعامل مع هذه المنتوجات يحتاج تقنيات عالية. ولكن باش نقول لك زعما هما احسن منا ما نضمنش. راه الا ما حيدتي ليه الشكر عرف بان طريقك راه ماشي بحر راه الاختبار بالضبط. لا ردي البال ردي البال باه نواد مفاجاه صدمه نخليه هكا. انا قلت لك خفف يدك الاختبار انتهى. كل فريق هدفه الاول والاخير هو ارضاء اللجنه وضيوفها. طبقي كي كنسكل بالعين قبل ما يسكن بالفم. هما سي بون تري بون بويابيس بالفريز الجديده ما كاينش المذاق اللي كتبغي. والتصويت هو اللي غادي يوصل فريق لمنصة الأمان والفريق الآخر إلى اختبار الفرصة الأخيرة. بنفسجي بنفسجي أحمر. ماستر شيف المغرب غدا على دوزام.